طيب بالنسبة للكيس بتاعت النهاردة عندنا، هي بنت جميلة عندها 24 سنة، بنت دي مخلفة من 9 شهور، ودي في حاجة مهمة جدا. احنا بنستنى على الأقل 6 شهور لغاية سنة عشان نبتدي نعمل الشفط أو أي عمليات لها علاقة بنحت القوام. حصل شوية accumulation للفات، الدهون متراكمة عندها في البطن وفي الوسط وفي الظهر وشوية في منطقة الفخاد. فاحنا اللي احنا نعمله النهاردة ان احنا هنشفط، هنسيح الاول الدهون بالفيزر، منطقة البطن، الوسط، الظهر بالكامل، منطقة الفخاد. زي ما اتفقنا بنعمل تحاليل دم، زي ما اتفقنا بنعمل سونار نتأكد على منطقة البطن وان هي ما عندهاش اي شكوى، ما عندهاش تضخم في الكبد، ما عندهاش اي تجمعات لقدر الله، ما فيش اي اورام. فدي بعض التحضيرات لعملية شفط الدهون او نحت القوام، بسيطة وسهلة وبتتعمل في خلال ساعة ساعتين بس، بنقدر نطمن بيها ان احنا ندخل ان شاء الله اوضه العمليات مفيش اي ريسك للمضاعفات.